والآن مشاهدينا إلى هذه الوقفة الرياضية، نعود فيها من جديد إلى رغد أبو ليلى. تفضلي رغد. شكرا لكما إيمان ورجائي. إلى الأخبار الرياضية محليا وعالميا. أهلا بكم من جديد. خاض فريق الأهلي مرانه الأول على ملعب جامعة بريتوريا استعدادا لمواجهة فريق سان داونز الجنوب أفريقي بإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز ذهابا في مواجهة القاهرة بهدفين دون مقابل، ويكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق لا يزيد عن هدف من أجل ضمان التأهل للمربع الذهبي. تنطلق غدا منافسات الأسبوع 23 من الدوري الممتاز، حيث يحل الإسماعيلي ضيفا على المقاولون العرب، فيما يلتقي أسوان مع مصر المقصة. وصل منتخب كرة اليد مدينة الغردقة لإقامة معسكره التدريبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، والمقرر إقامتها يوليو المقبل. وسيقضي الفريق معسكرا مغلقا لمدة 14 يوما بالغردقة في نفس المنتجع الرياضي الذي أقام فيه المنتخب معسكره التدريبي قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي من العام الجاري، وذلك بناء على رغبة المدير الفني الإسباني روبرتو غارسيا. وإلى القارة العجوز، حيث يحل فريق يوفنتوس ضيفا على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا. وكان البيانكونيري قد تأهل للمشهد الختامي على حساب إنتر ميلان، فيما تأهل أتلانتا على حساب نابولي. وفي فرنسا ستكون هناك مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان ومضيفه موناكو على ملعب فرنسا الدولي، وذلك بالمباراة النهائية لمسابقة الكأس. نهاية الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى إيمان ورجائي. شكرا لك رغدة.